مساله اخرى اللي وخاصه الدوري هضر على جانب سلبي ديال تاثير حزبي في البدايه على النخبه منظور سي الدودي، ولكن تنظر انا منظور ديال حكومه في واحد الوقت معين كانت انا اعتبر راس، وانا كنت بالناس المحاورين الاولين السي الدودي العقلتي وخايت مستمر معك انه في واحدة النخبات يعني الكبيره او الاكبر تمثيليه بما ان المواطنين ديالو كانوا مهندسين كيشوفوا بانه التكوين ديال النقابه المهندسين غادي يفرغ النقابات ديالهم من المواطنين ديالهم، لهذا في واحد اللحظه كان قرار ديال عدم اباحيه خلق نقابه مختصه اللي هي ديال المهندسين لان غادي يفرغوا النقابات الاخرى، لهذا تنعتبرونا قرار ديال الحكومه ماشي قرار ديال واخا يكون في ريسبي ويكون في المسائل انما ديال الحكومه. هذا القرار في واحد اللحظه استمر يعني الى ابعد من هذه المرحله، لانه من بعد المهندسين اللي كاينين في النقابات الاخرى ما انضموش لنا يعني بقاو مستمرين في العمل ديالهم في النقابات الاخرى، ولكن الحصار ديال الحكومه ولا مستمر، ورغم ان قلنا احنا غادي يتبدلوا يعني تبدلت الحكومه على حسابها غادي يتبدل المنظور، ولكن المنظور ما تبدلش. الناس ديالنا اللي كانوا يناضلوا معانا باش يعني المنظور ديال الحكومه يتغير ملي ولاو في الحكومه ولاو حتى هما في نفس الوضعيه اللي كان السابقه، لدرجه انه السي الدودي هذه الخطره قلت لواحد احنا معاك باش نعرفوا الاسقاط ديال شي واحد اللي كان معانا في التكوين فوق صناديق الطماطم واليوم هو على كرسي يدور، بغينا نعرفوا الاسقاط ديال داك الكرسي اللي يدور على صندوق ديال الطماطم، ولكن تيبان لك بانهم مجموعه المهندسين تنسلخوا لا بغيت تقول من الرؤيه ديالهم وتيبدلوا الرؤيه ديالهم على حساب يعني المعطيات الخاصه ديالهم ماشي المعطيات ديال المهنه ولا ديال الهندسه. هذا الشيء يمكن نقول لك بإزاز، ولكن انا موجود باش نجاوب على الاسئله الاخرى.